يا ثقبي اسود، بيقولوا عليك ما بتخليش اي حاجه تفلت منك. انا الموت اللي ما بيرحمش، الضوء ده اضعف حاجه بتبلعها. انا عندي قوه تسحبك وتسحب مجرات كامله. طيب ازاي العلماء بيعرفوا مكانك اذا كنت اصلا انت مش بتنور؟ هي حاجه محيره الصراحه. انا بغششهم، كتلتي بتكون ملايين او مليارات مره قد الشمس، ودي بتخليني العب بالكواكب والنجوم اللي حواليا واحركهم زي ما انا عايز. يا ساتر، طيب لو قربت منك بتشوفني ولا لا؟ طبعا انا عندي حاجه اسمها افق الحدث، دي زي نقطه اللا عوده بتاعتي، بمجرد ما تعدى الخط ده انت بقيت بتاعتي الى الابد. نقطه اللا عوده دي مرعبه جدا. طب انا لو وقعت فيك هيحصل لي ايه بالظبط؟ هتبقى زي المكرونه، هتتحول لخيط رفيع من الذرات، دي اسمها التمكرون سباجيتيفيكيشن. يا لهوي، طب ايه اقرب ثقب واخطر ثقب قريب مننا النهارده؟ انا مش عايز اخوفك، بس في ثقب اسود ضخم اسمه ساجيتاريوس اي، وهو قاعد في قلب مجرتكم ضرب التبانه. يا بختك. طيب يا ثقب، بعد كل الرعب اللي انت عملته لي ده ممكن اطلب منك خدمه صغيره؟ اقلق، بدل ما تتصل الكواكب امتصل اللايكات والمتابعين من الكواكب التانيه واديهم لنا.